برحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. يمكن اي حد بيبتدي لسه بيشطب شقته بيقع في مشاكل كتير، اولهم التشطيبات الداخليه للشقه وضمان جودتها. وفي شركات يعني بيحاول ان هو يدور على شركات مقاولات مضمونه تقدم له شغل كويس، وكمان ما بعد التشطيب اللي هو الاساس، ان هو بيدور على شركات برضو تعمل له اساس كويس ومضمون. وطبعا في بعض الاشخاص بيقلقوا من التكاليف والاسعار، وفي نفس الوقت عايز يضمن مستوى الشغل سواء الديكور أو التشطيبات أو الأساس. هو ده موضوع فقرتنا النهاردة مع ضيفي الباشمهندس محمد شرف، صاحب شركة هونر للمقاولات ومتخصص في التشطيبات الداخلية لأكبر الفنادق في مصر. مرحبا بك يا باشمهندس، أهلا بيك، نورتنا إزي النهاردة حضرتك؟ الحمد في لله، إزي حضرتك؟ طبعا يعني الموضوع مهم جدا، في ناس بالنسبة لها الموضوع مهم وفي ناس بالنسبة لها الموضوع مش مهم، لكن في كتير جدا بيقعوا في فخ شركات المقاولات النصابة طبعا بالشكل صريح، طبعا تمام؟ ان هو بيستلم الشقة منه بيديله تشطيب اي كلام، ما بيكملش سنة 6 شهور بتلاقي الديكور مجرد ما هو الا ابلكاش، طبعا تمام؟ فاحنا عايزين دلوقتي نعرف المشاهد ازاي يبدأ خطة او يعمل خطة لتشطيب شقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول زي حضرتك استاذ احمد والساده نور المشاهدين، هو حضرتك المفروض ان احنا بنعمل اول حاجه معاينه للعميل. تمام. المعاينه دي بتخلينا ناخد الفكره من العميل اللي هو عايز يطبقها عنده، وبالكريتيف بتاعنا احنا بنساعده في التنفيذ اللي احنا اشتغلنا فيه قبل كده. تمام. بمعنى ان هو مثلا بيقول لي انا عايز هنا مثلا احط هنا اعمل هنا لون هنا كذا، وفكره بسيطه ممكن نوضح له كل الامور اللي هو عايز يعملها ونساعده فيها. بعد كده المرحله الثانيه نخش في مرحله الديزاين، بنصمم له تصميمات ونعرضه عليها ونوري له الشقه 3 دي ماكس مثلا ولا حاجه، بنقول له ان الشقه دي هتبقى كده في نفس الموضوع، ولك اختلاف مره واثنين وثلاثه ويظبط بيشوف شقته يعني هو بيديك الرؤيه اللي هو شايفها، اللي هو عايزها هو وبعدين محتاجها. حضرتك انت بتعمل معاينه على الشقه معاينه وبتدي له دلوقتي. المواصفات او الطرق او الطرق والاساليب الحديثه اللي ممكن انت تقدمها له. ايوه، ان وافق على كده بنعمل له حاجه اسمها مقايسه. تمام. ان الشقه دي قبل ما نشتغل معاك هتكلفك كذا عشان ما يبداش. نخش احنا بعد كده التصميم ال 3 دي ماكس بيعجبه مثلا الشغل، بنبدا التنفيذ. التنفيذ عندنا بيبدا من اول مرحله الكهرباء، والكهرباء دي اللي اول حاجه احنا بنحطها في المقايسه بتكون حاجه من كل حاجه معتمده كويسه جدا جدا عشان ما يحصلش فيه ضرر بعد كده ومشاكل اللي بعد التشطيب. تمام. تاني مرحله اللي بيخش في السباكه، نفس السباكه نفس الموضوع ده، بيبقى معانا طقم شغال بشركات محترمه جدا معتمده عشان خاطر ما يحصلش نفس المشاكل على السيراميك وعلى الحاجات اللي زي كده. الحاجه الثالثه اللي احنا بنخش فيها المحاره، المحاره عامل اساسي لازم يكون حاجه نظيفه، لان بعد كده اللي بيظهر النقاشه النهايه بتبقى كويسه المحاره. يعني المحاره لو الاسلوب او اللي عمل دي ثالث المحاره، مرحله لو عمل المحاره بشكل غير مظبوط او مش مظبوط، تمام، بيتم بعد كده المراحل اللي بعد كده بيتم كده. ممكن العميل نفسه يكون عارف مثلا نقاش يجيبه، يجيب مبيض محاره، يجيب. طب هل في شركات مقاولات بتمسك كل ده اللي هو طبعا المحاره؟ احنا طبعا احنا بنمسك الموضوع من اوله من التصميم لحد اخر حاجه خالص. تمام. يعني انتوا بتستلموا الشقه على الطوب الاحمر وبتسلمها الأحمر له ونسلمه على ومشطبها. المفتاح. تمام. زي كده بس. وبعد كده بقى بنبدا نسلم ونخلص موضوع المراحل الاولى، نخش بعد كده بقى ايه للمرحله الكبيره جدا اللي هي بقى ايه السيراميك والنقاشه والتشطيبات الصحي والحاجات دي كلها، والجبسن بورد اللي العميل اللي عايز يعملها بالظبط يعني. طب في مشاكل يعني مثلا اللي هو عمليه النقاشه بتتم قبل عمليه او بناء السيراميك، تمام، بيحصل بعد كده مشاكل، في ناس بعض المشاهدين بيشتكوا منها اللي هي عمليه الرطوبه او السيراميك بتتبهدل او بيتم ممكن بيتم تفكيك السيراميك تاني، لان هو طبعا بيبقى شايف ان الديكور بالنسبه له حاجه مهمه جدا. هو بص، بتنتج عن ايه الموصول الرطوبه اللي بتجي في الحيطان دي؟ بتيجي من الاسمنت بتاع السيراميك، لما بينشف بيتحول على الحيطان زي ترشيح بيعمل رطوبه. فاحنا ليها في مواد للمواضيع ده، بناخد 3 سكاكين معجون في الاول خالص ونسيب الحيطه تهدى. لازم المراحل اللي بحكي لك فيها دي تاخد وقت. يا ريت فريق الاعداد يعرض الصور للبشمهندس لشركه البشمهندس على الهواء علشان برضو نوضح الساده المشاهدين الديكورات بتاعت الشركه. اتفضل كمل يا دكتور. بص يا باشا، كمل يا باشمهندس. اتفضل يا باشا. احنا بنشتغل بحاجه بعيد عن الشركات اللي بتشتغل دي كلها. احنا بنشتغل الشركات اللي بتشتغل عاديه دي زي اي واحد بيشطب شقته، بس احنا عندنا حاجه اسمها مثلث القوه. مثلث القوة ده اللي هو أول حاجة فيه الكواليتي، تاني حاجة فيه الكوست، تالت حاجة فيه التايم. بمعنى الكواليتي
لازم يكون كواليتي عالي جدا، والكوست يكون قليل، اللي هي التكلفه تكون قليله جدا، والوقت لازم يكون مناسب مع المراحل اللي حكيت لك فيها. ممكن واحد يقول لي انا عايز الشقه دي في خلال شهرين، طب انا اعملها لك ازاي؟ ما لازم يحصل الرطوبه، لازم يحصل السيراميك، اللي يحصل المشاكل اللي انت لازم تدي كل حاجه وقتها، لازم كل حاجه تاخد وقتها. ماشي، دي حاجه. الحاجات دي لازم تتحقق، واللي يكون بيحققها لازم يكون عنده خبره، مش حد يكون عنده لمسه بس في الموضوع. انت ممكن تكون عميل وعندك شقه، وعندك الشقه دي انت بتبص عارف انك ممكن دي شكلها جميل تتعمل ازاي، لكن تتعمل ازاي احنا اللي نقدر نحقق الموضوع ده. والحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا حققنا حاجات كتيره جدا، وانتم حضراتكم قدامكم الصور. عملنا شغل الحمد لله رب العالمين، بفضل الله مسمع مع شركات كبيره جدا الحمد لله رب العالمين. حضرتك برضو عايزين نعرف الساده المشاهدين برضو علشان ما يقعوش في الفخ ده، عايزين برضو نعرفهم مراحل تشطيب الشقه من اول الطوب الاحمر لحد ما يستلم الشقه بالمفتاح. هو عامه لما العميل تملي لما بيستلم الشقه بالطوب الاحمر بيقع في مشكلتين: تغيير الغرف او الاماكن اللي هو عايزها، ما يوصلش لمرحله معينه في التشطيب وبعد كده يجي يقول لك انا مثلا ايه معلش انت نقل الحيطه دي للحيطه دي. عشان كده نرجع زي ما قلت لحضرتك، نرجع للتصميمات الاولانيه، لان التصميم قبل ما نخش الشقه بنصمم ازاي بقى؟ احنا هنشيل لك الحيطه دي؟ لا خليها، احنا هنعمل لك الحمام. لازم نتفق على قرار لازم معين نتفق. عشان فانت المشكله انك انت بتدفع ثمن بسيط جدا في التصميم ده، بس بيريحك ويوفر لك كتير. عشان ما تندمش انك انت شطبت الشقه بالطريقه دي، وتندم انك انت كنت غيرت هنا وعملت هنا. بس زي ما قلت لحضرتك ان هو بيشوف شقته في التصميم الاول على ما يرام في الموضوع ويتفرج عليه. طيب في ناس بقى بتختلف على ان هو يخلي شقته رخام ولا سيراميك، يعني يركب رخام ولا سيراميك، ايه الافضل الديكور وايه الافضل في السعر؟ بص، هو مش بالسعر ولا الديكور، محدش يقدر يمسك في التشطيبات سعر معين. يعني التشطيب هو اللي، قصدي الديكور هو اللي بيحكم هو محتاج. انا ممكن مثلا شقتي 200 متر وعايز اكلفها 200,000 جنيه، احنا بنحط له البنود، ما ينفعش تعمل فيها رخام، ممكن تعمل فيها سيراميك فرز. طب ايه السبب؟ يعني انا عايز اعرف برضو ايه السبب. السبب ان المبادئ، انت ما ينفعش تجيب درجه رخام معينه تحطها مقابل سعر السيراميك. احنا عايزين هتلاقي برضو نعرف الدرجات دي يا باشمهندس، علشان برضو نعرف الساده المشاهدين، عايزين نعرف برضو درجات السيراميك من بدايه الجوده عاليه لحد الرديئه، وبرضو الرخام، بحيث برضو ان هم يستفادوا من حضرتك وبرضو ما يقعوش في الفخ ده. هو لو خد حاجه في الرخام او الجرانيت لازم تقلع عن، مش السيراميك، تقلع عن البورسلين. طبعا تكلفه عاليه جدا للشقه، بس دي في ناس اصلا بتختار كده، مش موضوع ان انا اشطب شقتي ان انا عايز لازم يبقى السيراميك مقابل الرخام بسعر معين ولا لا. لا، هو على حسب الكوست اللي هو حاطه ممكن اشطب بيه الشقه. على حسب لا بس خلينا يعني نركن دلوقتي الماديات في جنب. في كتير جدا ما بيفرقش معاهم الماديات على قد ما جوده التشطيب يكون كويس. تمام، والديكور برضو يكون كويس. تمام، في الحاله دي انت لما تيجي تبدا الشغل احنا بقى بنرشح للعميل لما يكون في عميل لما يفتح لك الميزانيه يقول لك الميزانيه عندي مفتوحه، بس اهم حاجه انا عايز شغل نظيف. بناخد بقى افكاره واحنا بنحققها عن طريق خبرتنا في الشغل. يعني انت ما بتعرضش عليه افكار؟ بنعرض. لا احنا انا ممكن لو فرضت عليه رايي انا يبقى انا هشطب الشقه بمزاجي. انا باخد تشطيبك انت اللي انت عايز تعمله وخيالك انت، وانا بطبقه بضيف عليه كل الافكار اللي ممكن البصمات بتاعتك. تمام. عايز بقى، عايز نصايحك للمشاهدين الكرام دلوقتي اللي بيفكر، اللي عنده شقه دلوقتي وبيفكر يبدا يشطب شقته، ازاي يختار السيراميك، ازاي يختار الرخام، ازاي يبدا ينفذ فكرته، ازاي يتجه لشركه مقاولات، وازاي يعرف اذا كان شركه المقاولات دي شركه على اعلى جوده ولا لا. بص، اول حاجه المفروض ان هو يبص لشقته الاول. ممكن يكون معاه فلوس كام يعمل بيها التكلفه دي. ماشي، وفي نفس الوقت انا في نفس الوقت ده عايز اخلص المرحله الاولى والثانيه والثالثه بتكلفه كذا، والمرحله الاخيره اللي هي الفينشنج مثلا بتكلفه كذا. لو هو هيشطب مع شركه محترمه لازم يعرضوا عليه اللي انا قلت الخطوات اللي قلت لك عليها حضرتك دي، او ممكن مثلا اقولها له بالمتر. مثلا سيراميك فرز تاني والحاجات دي كلها، ونقاش عاديه، وجبسن بورد خفيف اللي هو الحاجات السيمبل دي. مثلا المتر يبدا من 1500 جنيه، في ناس ممكن تشطب شقتها المتر 5000 جنيه، فما فيش سقف في الموضوع ده ان ممكن اديله خطه يشتغل بيها ازاي. هو بيبقى عارف ان انا مثلا ما الحاجات دي البند ده ما يزيدش عن كذا. طب انت ممكن حضرتك احنا ممكن نوفر البند ده ونعمله طالما بكده، نخش في بند تاني اساسي في الشقه. زي ما نتنازلش عن السباكه والكهرباء
والمهاره والاساسيات في الشغل. في اساسيات معينه ما ينفعش نعملها. في اساسيات ما ينفعش نعملها. طب ازاي بقى لو واحد معاه ميزانيه معينه مثلا قال لك انا معايا 100,000 جنيه عايز اشطب شقتي بال 100,000 جنيه؟ ما هو في مشكله انا ما قلتش لحضرتك عليها، انا صراحه شغال في الليفنج اعلى من مستوى ان ممكن حد اقتصادي في, في, في شقته. احنا بنعرض للناس شركات كبيره جدا. يعني انت بتعمل ليفا عالي بحيث الديكور بتاعك بيكلف يعني. احنا كمان هم بنعرض عليهم ماتيريال عالي موجود، ممكن اجيب حاجات مستورده، رخام مستورد، رخام تركي، حاجات اسباني. فاحنا الحمد لله رب العالمين عشان خاطر المرحله انت بتكلمني فيها في شغل الشقق اللي ممكن تكون ضيقه في التشطيب، انا ما اشتغلتش فيها غير في بدايه شغلي من زمان اكتر من 10 15 سنة. خلينا نتكلم عن الفنادق اللي حضرتك شطبتها. اتفضل. عايزين نعرف ايه هي الفنادق دي وخدت منك وقت قد ايه في التشطيب؟ بص يا باشا، هو انا اشتغلت في حوالي 4 فنادق موجودين هنا في القاهره. تمام. الحمد لله رب العالمين الفنادق دي مصنفه 5 نجوم، عملت كل القاعات الفي اي بي بتاعتهم والقاعات المؤتمرات وقاعات الافراح والمداخل والحاجات دي كلها زي ما حضرتك شفت في الصور يعني. الحاجات دي كلها من تصميماتي انا الحمد لله بفضل الله رب العالمين، والبرودكشن طبعا معايا فريق عمل كامل متكامل. ممكن التكلفه كانت ممكن تبقى مناسبه مع الوقت والحاجات دي كلها، فالوقت كان مناسب لينا احنا اللي في فتره نطلع الشغل ده. يعني مش انك انت مثلا تاخد التكلفه وتقول لي مثلا عايز كذا كذا، لا، نفس الموضوع المراحل اللي حكيت لك عليها في الاول. وقدمنا التصميمات وقدمنا المقايسه، والحمد لله رب العالمين الاداره في الفنادق كلها كانت موافقه على الموضوع ده على اعلى مقاييس، وطبقنا الحمد لله رب العالمين. الشغل كان ممكن يخلص في سنه، خلص حوالي في 4 شهور أو 5 شهور. ده كويس، ده الحمد لله رب العالمين. طب عايز اتكلم معاك بقى عن مصنع الاساس الخاص بحضرتك، ازاي بدات في مجال الموبيليا؟ هو مجال الموبيليا، وامتى فكرت تبدا في المجال ده؟ هو مجال الموبيليا هو اللي دخلني في التشطيبات. مجال الموبيليا ده انا يعني كانت بدايتك في الموبيليا؟ كانت في الموبيليا، كان عندي معرض موبيليا. والحمد لله رب العالمين يعني من الدعايه الشفويه شغال على حسه لحد دلوقتي. وهو اللي وصلني لمرحله التشطيبات دي، بحيث ان انا كان عندي شغل تصميماتي خاصه مش موجوده في السوق. يعني انا اللي كنت بصمم الموديل، انت ممكن تلاقي غرفه نوم موجوده عندي مش موجوده عند حد. تلاقي مثلا موديلات في الانتريهات كنت بصممها وانفذها عندي. كمان ما كنتش هينفع ان انا مثلا اعمل للزبون شغلانه ولا حاجه بدماغه هو، انا كان لازم الحاجات اللي انا بصممها تبقى موجوده عندي في المعرض واعمل غيرها موديلات جديده. من بدات من هنا، طب انا ممكن حضرتك اعمل ايه عندي هنا في الشقه يمشي مع ده؟ لان الموديل ده مختلف ولا حاجه برضو، ده بيبقى متناسب مع الديكور بتاع الشقه، مع الديكور. فبدات من هنا المرحله دي يمكن من 2008. بدات الحمد لله في موضوع التشطيبات واحده بواحده، وفتحت المكتب، والمكتب بقى شركه وفضل ونعم من ربنا. البدايه كانت مكتب لحد ما بقت شركه. بحب اشجع الحمد لله رب. طيب بما ان حضرتك عندك خبره بقى في مجال الموبيليا، يبقى اكيد عندك خبره في مجال الخشب. عايزين نعرف بقى، نعرف الساده المشاهدين انواع الخشب من الجيد للرديء. بص يا باشا، هو او ازاي يفرق ما بين الخشب الرديء والجيد؟ هو فرق بين الخشب الجيد والرديء حاجتين اتنين. هو الرديء دلوقتي اللي شغال دلوقتي اللي هو المصنع. الجوده العاليه في الخشب الطبيعي، الطبيعي دي اللي هي من عند ربنا. اي خشب نوع طبيعي احنا بنشتغل بيه بشغل طبيعي، ده بيديك هو نفسه جوده من عند ربنا، جوده كويسه. لكن الخشب المصنع زي الاتش بي ال والاتش دي اف والحاجات دي كلها اللي احنا بنشوفها في السوق وماليه السوق، او الحاجات المستورده، هو ده الخشب الرديء. طيب تمام. عايزين بقى نعرف الساده المشاهدين احدث الموديلات الموجوده دلوقتي في السوق من الاساس، او اللي ممكن حضرتك تقدمها في مصنعك. هو دلوقتي الناس كلها بتتجه للحاجات السيمبل الخفيفه البسيطه، لحاجات الظهر الكابوتيني والشغل اللي هو مفروض شغل بسيط، غير زمان الشغل الكلاسيكي اتلغى شويه دلوقتي، اللي فيه عك في الشغل في الاويام والحاجات دي. فالناس كلها بتتجه للحاجات البسيطه، الستايل التركي الماليزي، الحاجات اللي هي الاوروبي الايطالي كده يعني. طيب نصيحتك ايه بقى للمقبلين على الزواج، او اللي بيفكروا بقى يكونوا بيت؟ تمام، انهم ازاي يختاروا الاساس بتاعهم، وازاي يتجهوا لشركات المقاولات اللي تمسك شركات؟ زي ما قلت لحضرتك من الاول، هم الاثنين مرتبطين ببعضيهم، الاساس مرتبط بالديكور. انت لو ممكن بس في شركات يا باشمهندس ما بيبقاش لها علاقه بالموبيليا. بس انا برضو ما اجيش اعمل انا تشطيب ديكور عالي جدا، حاجه مودرن، وبعد كده اجي عشان تكلفه الجواز اجيب حاجه قليله في نفس الوقت. ما اجيبش اساس كويس جدا وعالي على ديكور ما يتنسي ولا حاجه عشان لامن فيه. طب نصيحتك ليهم ايه بقى؟ هو نصيحتي ليهم ان هم مثلا على قد التكلفه اللي ممكن يبداوا بيها في التشطيب، وعلى قد التكلفه اللي يعملوا فيها الاساس، الاثنين يكونوا مناسبين مع بعضهم. طيب عايز بقى اعرف المشاهدين
الخطط بتاعتك او الافكار بتاعتك اللي هتقدمها في السوق الفتره اللي جايه، سواء من الديكورات الجديده او الحديثه او الاساس؟ بمعنى يعني في موديلات حديثه حضرتك بتقدمها لسه ما طلعتش السوق؟ لا، هو مش في لدرجه خطه ان جديده؟ مفيش حاجه طلعت السوق، احنا بنشتغل بالحاجات المناسبه. احنا في الماكس بنضطر ان احنا نعمل التصميم في المكان ده عشان هو محتاج كده، يعني مش انت حاجات بتعمل الديكور الاول وبعد على اساس ديكور الديكور ده بتبتكر ونصمم عليه الاساس. بالظبط، بتبتكر اساس او موديل للديكور. انك انت بتعمل الشغل الاول اللي هو الماكس، وبعد كده تدخل عليه شغل الموديلنج في مكان، وكل حاجه تحط مكانها. باشمهندس للاسف يعني وقت حلقتنا انتهى. أنا بشكرك جدا على المعلومات دي، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان استضيفك في فقرات تانيه حتى المشاهدين يستفادوا من حضرتك ونعرف كمان انواع الاساس الحديث تمام والديكور. اشكرك شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، اتمنى ان تكون فقراتنا النهارده مفيده، وان شاء الله القاكم الخميس القادم 12 منتصف الليل.